الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. عشر كيلوات من شيء هل لها قيمة؟ كلا ونعم. عشر كيلوات من التراب العادي لها قيمة؟ لا تسوى شيئا أصلا. ولكن لو وجدت قطعة الماس بوزن 10 كيلوات، لو وجدت، لعله يقال أكبر قطعة الماس على وجه الأرض، لعله أقل من 0.25 كيلو، على ما ببالي 1105 قيراط، كل 5 قيراطات تساوي غراما واحدا، أقل من 0.25 كيلو. لو وجدت قطعة الماس بوزن 10 كيلوات، كم هي قيمتها؟ البشر لا يتمكنون أن يجعلوا لها قيمة، يعني ليست بمليارات الدولارات، ليست بعشرات المليارات، لعله أكثر من هذا، أصلا شيء خارج عن فهم تقييم البشر للأمور المادية. قطعة الألماس التي هي أقل من 0.25 كيلو، البعض يقول لا نتمكن أن نجعل لها قيمة. أقل شيء قيل فيها أنها تسوى ما يقارب من 0.5 مليار دولار. فالعشر كيلوات 10 كيلوات، سواء التراب أو الألماس.
الكمية نفس الكمية، ولكن هذه لا قيمة لها من قلتها من دناءتها عند الناس، وتلك لا يتمكن أن يثمنوها بثمن. من هذا نستكشف أن أول ما يلاحظ في الشيء ليس المقدار، ليست الكمية، إنما النوعية الكيفية. إن كانت الكيفية لها وزن لها قيمة، فعند ذلك يلاحظ أحيانا الكمية. ملايين الكلمات يقولها الناس لا قيمة لها نهائيا، كلام فارغ لا يسوى شيئا أصلا، ولكن ترى كلمات قليلة، 10 كلمات 15 كلمة، من عظمة قيمتها لا تثمن بثمن. سورة قصيرة كلماتها أقل من 20 كلمة، لعلها 15 كلمة، لا يتمكن الإنسان أن يجعل لها قيمة بكل الموازين والمكاييل الدنيوية، تحتاج إلى مكاييل أخروية حتى توزن، مع أنها قصيرة كلمات معدودة. سورة الكوثر، نعم الكوثر، وما أدراك ما الكوثر، ثم ما أدراك ما الكوثر. سورة استثنائية في السور، يعني استثنائية في الألماس، استثنائية في الدر، في الدرر، استثنائية من جهات. أولا في قصرها هي أقصر سورة، هذا الموضوع على ما ببالي قبل سنوات، لعله قبل أكثر من 10 سنوات مرت قد تطرقت إليه، أن السور القصار من جهة أعظم من السور الطوال، لكل منهما ميزة طبعا، ولكن في جهة، وذكرت تلك الجهة وشرحت تلك الجهة على ما ببالي، في جهة السور القصار تتضمن عظمة أكثر من السور الطوال. سورة الكوثر أقصر سورة، في قصرها هي استثنائية. سورة الكوثر في نمطها في أدبها، الأمر لا يحتاج إلى معرفة كبيرة بالأدب العربي، لا، لاحظوا سورة الكوثر مع بقية السور، هناك بعض السور متشابهة في أدبها في أسلوبها، متشابهة على أقل التقادير من النظرة البدوية لنا، ولكن سورة الكوثر في أدبها في أسلوبها سورة لا نظير لها، بعض السور لا نظير لها، ليست فقط سورة الكوثر، هناك سور أخرى أيضا، بعض السور أسلوبها أسلوب لم يتكرر في القرآن الكريم، منها سورة الكوثر أسلوبها أسلوب فريد. ثالثا، هذا من عجائب سورة الكوثر، ولعل ذلك لا يشاركها في هذا الجانب أي سورة أخرى. سورة الكوثر كلماتها استثنائية، كلماتها فريدة في القرآن الكريم. طبعا البسملة مشتركة، البسملة اجعلوها على جانب، البسملة جزء القرآن وجزء كل سورة باستثناء سورة البراءة.
البسملة يجعلوها على جانب. هناك هكذا أعبر أنا الآن، هناك كلمات أساسية في الكلام، هناك روابط، الروابط لها قيمة كبيرة طبعا، ولكن الروابط طبيعي أن تتكرر. كلمة إنا هذه نعتبرها من الروابط، خصوصا إذا تكرر ضمير المتكلم مع الغير في الكلام التالي. كلمة الواو، واو العطف، الفاء، فاء التفريع، إن، الضمائر، أحيانا تكون هذه كلمات الآن أعبر عنها بروابط بين الكلمات الأساسية للجملة. ليس معنى ذلك أن الروابط لا قيمة لها، لا، أحيانا الروابط تعطي مضامين عظيمة جدا. الكلمات في القرآن الكريم، لا بل حتى الحروف في القرآن الكريم، كل شيء بميزان دقيق، ولكن هناك كلمات الآن أنا أعبر عنها بأنها كلمات أساسية في الكلام، وهناك روابط في الكلام. الكلمات الأساسية في مقابل الروابط في هذه السورة مع استثناء البسملة طبعا هي 7 كلمات. أعطيناك الكوثر، فصلي لربك، انحر، شانئك، أبتر. هذه الكلمات الأساسية في مقابل الروابط. هل تعلمون أن من هذه الكلمات 7 في هذه السورة 6 منها لم تتكرر في القرآن الكريم أبدا؟ أليس عجيبا؟ 6 كلمات من 7 كلمات كلمات فريدة ما موجودة في كل القرآن الكريم. كلمة أعطيناك، ابحثوا القرآن الكريم كله لا تجدون هذه الكلمة أبدا إلا في سورة الكوثر. طبعا مضمون أعطيناك كم هو عظيم، المعطي هو الله، المعطى له هو رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. العطاء يرتبط بالمعطي أولا، ثم يرتبط بالمعطى له ثانيا. التعبير عن هذا الشيء بأنه عطاء، أنت ملياردير، شخص آخر مليونير، تعطيه 1000 دينار، لا تسمي ذلك عطاء، لا يتناسب معك، لا يتناسب معه. 1000 دينار بالنسبة للمليونير، بالنسبة للمليارديرين ليس شيئا، كتقريب للصورة طبعا، ولا القضية أعظم من هذا بكثير. كلمة أعطيناك كلمة فريدة في كل القرآن الكريم. كلمة الكوثر كلمة فريدة في كل القرآن الكريم. نقف عند هذه الكلمة إن شاء الله. في كل القرآن الكريم هذه الكلمة ما استخدمت إلا في سورة الكوثر. الكوثر. كلمة صلي بمعنى الصلاة، الصلاة لله، صلي لربك، هذه الكلمة في القرآن الكريم ما وردت إلا في هذه السورة. طبعا كلمة صلي بمعنى ثاني وردت مرة واحدة فقط، الصلاة على الناس، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هذه الصلاة على الناس، هذا شيء آخر. صلي لربك، صلاة لله، هذه الكلمة ما وردت إلا في سورة الكوثر. كلمة لربك هي الكلمة الوحيدة التي أسميها بالكلمة الأساسية التي وردت في سورة الكوثر ووردت في سور أخرى، يعني هذه الكلمة المكررة في هذه السورة الكلمة الوحيدة المكررة. كلمة لربك موجودة هذه الكلمة في هذه السورة وموجودة في سور أخرى. كلمة انحر، ابحثوا القرآن الكريم لا تجدون لهذه الكلمة أثرا إلا في سورة الكوثر، بل أساسا مادة النحر أساسا مو موجودة في القرآن الكريم إلا في سورة الكوثر. كلمة شانئك هذه الكلمة ما وردت إلا في سورة الكوثر، بل أساسا مادة الشنأ هذه المادة في كل القرآن الكريم غير موجودة إلا في سورة الكوثر. كلمة أبتر
هذه الكلمة ما وردت إلا في سورة الكوثر، وأساسا مادة البتر غير موجودة إلا في سورة الكوثر. عجيبة يعني، من سبع كلمات ست منها في سورة الكوثر ولا غير، يعني أكثر من 80% من الكلمات، طبعا قلت باستثناء البسملة، أكثر من 80% من الكلمات التي نسميها كلمات أساسية في هذه السورة كلمات فريدة. يعني سورة بما لكلمة الفريد من معنى، سورة فريدة. كيف لا تكون فريدة؟ كيف لا تكون فريدة وهي سورة فاطمة الزهراء الفريدة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها فريدة في كل حياتها، في كل وجودها، في كل كيانها. يكفيها أن نعرف أنها المرأة الوحيدة التي خلق الله عز وجل نورها من نوره. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا شيء كافي فقط، لو لم يكن أي شيء آخر. سورة الكوثر رغم عظمتها أقصر سورة، الصديقة الكبرى رغم عظمة حياتها أقصر حياة في المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام. سورة الكوثر وسورة الكوثر، الحديث عن هذه السورة القصيرة حديث لعله أحيانا في جوانب أكثر وأطول من الحديث عن السورة الطوال. كلمة الكوثر، ثلاث نقاط سريعة جدا بسرعة. كلمة الكوثر فيها شمولية عجيبة، حذف المتعلق يفيد العموم أولا، ثانيا إنا أعطيناك كوثرا، لا كوثرا نكرة، النكرة في سياق الإثبات لا تفيد عموما، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، نكرة في سياق الإثبات لا تفيد عموما. يعني لو كان إنا أعطيناك كوثرا يعني شيء كثير، يعني شيئا كثيرا، لعله نفسر الكلمة هكذا. لا، الكلمة الكوثر، ألو الاستغراق، ألو الجنس، أيا كان، حتى أهل الجنس، أهل الاستغراق واضح تدل على العموم والشمول، أصلا اسمها عليها استغراق يعني شمول. أهل الجنس أيضا يعني جنس الشيء أيضا يدل تبعا على الشمول والعموم. إنا أعطيناك الكوثر ليس كوثرا فقط، هذا ثانيا، حذف المتعلق، أهل الاستغراق أو الجنس. ثالثا، كلمة كوثر أساسا وصف، حذف الموصوف هذا أيضا يدل على العموم، يعني تأتي بالوصف فقط لا تأتي بالموصوف. الكوثر وصف، ما هو الموصوف؟ ما ذكر في السورة. حذف الموصوف، ذكر الوصف فقط يدل على العموم، يعني عموم في عموم في عموم، شمولية. ثم نأتي إلى نفس هذه الكلمة، البعض بل العديد بل لعلي أقول أكثر المفسرين فسروا كلمة الكوثر بالخير الكثير، تفسير غير صحيح. مادة الكثرة في القرآن الكريم وردت بكثرة، لعله على ما ببالي أكثر من 100 مورد في القرآن الكريم هذه المادة وردت، الكثرة بمعنى الكثرة، ثم في بعض الموارد الكثرة بمعنى الكثرة جدا، كلها واردة. كلمة الكوثر شيء آخر، كلمة الكوثر ليست الكثرة، كلمة الكوثر كثرة لا نظير لها، كثرة استثنائية، هذا معنى كلمة الكوثر، لا خير كثير. إنا أعطيناك كثيرا خلاص بدون أل، هذا معنى خير كثير. أكثر من ذلك، إنا أعطيناك الكثير، لماذا الكوثر؟
ولماذا فقط وفقط في هذا المورد فيما يرتبط بإعطاء الله سبحانه وتعالى لرسوله فاطمة الزهراء صلوات الله عليهما وآلهما؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. الكوثر كثرة لا نظير لها. تتمكنون يعني يتمكن الإنسان لعله أن يعرف شيئا من هذه الكثرة فيما إذا ربطنا هذه الآية المباركة بآية قرآنية أخرى. مادة الإعطاء من الله سبحانه وتعالى لرسول الله وردت، هذه المادة ليست الكلمة، كلمة أعطيناك فقط في هذه السورة. مادة الإعطاء من الله عز وجل لرسوله وردت مرتين في القرآن الكريم، في هذه السورة أعطيناك، وفي سورة أخرى ولسوف نعطيك، عفوا ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك. أعطيناك يعطيك، ما هو معنى يعطيك؟ أكثر المفسرين قالوا يعطيك في القيامة. الله عز وجل في يوم القيامة ماذا يعطي لرسول الله؟ أصلا قابل للوصف، قابل للفهم أصلا؟ يعرف أعطيناك ما هو ارتباطه بيعطيك، وخصوصا أن أعطيناك من جهات أقوى من يعطيك. الجملة جملة اسمية، يعطيك جملة فعلية. الجملة الاسمية اسألوا بعضكم يعرف النحو، الجملة الاسمية أقوى دلالة من الجملة الفعلية. إنا أعطيناك جملة اسمية، لسوف يعطيك جملة فعلية، هذه أقوى من تلك. التأكيد في هذه السورة في إنا أعطيناك أكثر من التأكيد في لسوف يعطيك. لسوف يعطيك تأكيد واحد لام، هنا التأكيد إن تكرارنا، يعني الله عز وجل كان يتمكن أن يقول أعطيناك الكوثر، الجملة كانت كاملة. لماذا إن؟ وثم لماذا نا؟ لأن النا تكررت، أعطيناك ضمير المتكلم مع الغير تكرر في هذه الآية. إن مع تكرار ضمير المتكلم مع الغير هنا في هذه الآية التأكيد أقوى من التأكيد في لسوف يعطيك ربك فترضى. ولعل هذا العطاء الذي حصل هنا هو مصدر ذاك العطاء الذي سيحصل في القيامة. في يوم ميلاد الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها الحديث المفروض يكون عن عظمتها، عن فضائلها، ولكن أريد كلمة واحدة فقط. تعلمون، تعرفون، ولكن التذكير له فائدة. نأخذ درسا من الصديقة الكبرى، درسا في حياتنا العائلية. هذا الدرس سمعتموه ولله الحمد من الخطباء الكرام، هذه الكلمة تسمعونها، سمعتموها مرارا وتكرارا. فقط عبارة واحدة أقرأها، والعبارة مشهورة لعلكم تحفظونها أصلا. المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول هذا الشيء، أنا أنقله لكم من كتاب كشف الغمة للإربدي صفحة 373، عبارة مشهورة. يقول المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لا تنظر إلى هذه الكلمة من منظار أنه معصوم ومن منظار أنها معصومة. نعم، هذه الكلمة لها بعد مرتبط بعصمتهما، ذاك واضح، ولكن انظر إلى هذه الكلمة من منظار درسها لنا. يقول المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لعله
في بداية الكلام الإمام يحلف بالله لعله كلمة والله في بداية الكلام اللي كتبته أنا، هذه الكلمة غير موجودة هنا. يقول المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل إليه، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. حياتنا العائلية، هذه الكلمة نأخذها عنوانا فيها أم لا؟ تعامل الزوج مع زوجته، تعامل الزوجة مع زوجها، هما صلوات الله عليهما وآلهما معصومان، نحن لسنا معصومين، ولكن يتعلم أحدنا أن لا يغضب زوجته قدر الإمكان، شيء 100% غير ممكن، قد تغضب هي بدون سبب ليس ذنبي، قد يغضب الزوج بدون سبب ليس ذنبها، ولكن بمقدار ما هو في أيدينا. الكلمة الأخيرة في العبارة ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان، نحن بالنسبة إلى أزواجنا، الزوجة بالنسبة إلى زوجها، الزوج بالنسبة إلى زوجته، هكذا إلى حد ما. إذا الطرف الآخر تعامل تعاملا غير لائق، غير صحيح، خطأ، ظلم، نرد ذلك بالتي هي أحسن أم نرد ذلك بالتي هي أخشن؟ النساء إذا ما توريهن عين حمراء يتجرأن، وهن يقولن الرجال إذا لم تقف المرأة بوجههم يتجرؤون، يحملون المرأة أكثر من طاقتها. والحياة الزوجية بهذه الكلمات الشيطانية من هنا وهناك دمار. في يوم ولد الصديق الكبرى نتكلم عن عظمتها، عن فضلها، ولكن نأخذ أيضا بعض الدروس منها. أنقل لكم حديثا شريفا أو حديثين شريفين وأنهي بهما الكلام. الحديث الشريف الأول، حديثنا كان عن الكوثر. هناك نهر في الجنة اسمه الكوثر، تعرفون روايات كثيرة وردت هذه الكلمة، هي للصديقة الكبرى سلام الله عليها، ولكن هذه الكلمة تطلق على نهر في الجنة أيضا. الحديث الشريف الأول، الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله عن وصف نهر الكوثر إلى أن يقول صلى الله عليه وآله. الخطاب من النبي صلى الله عليه وآله للمولى أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما عن نهر الكوثر، النبي يصف هذا النهر لأمير المؤمنين في محضر من الأصحاب، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: وهذا النهر في جنة عدن، وهو لي ولك ولفاطمة والحسن والحسين. وليس لأحد فيه شيء، النكرة في سياق النافي الآن قلنا قبل قليل تدل على العموم،
النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم. النكرة في سياق النافي ليس شيء، يعني نهائيا ليس لأحد فيه شيء. نهر الكوثر الشيعة يشربون منه، نعم يشربون منه، وليس ولكن ليس لهم فيه شيء، ملك خاص لمحمد وآله صلوات الله عليه. يريدون أن يسقوا منه شخصا، الأمر لهم، لام الملك لي، لام ظاهر اللام الملك، المعنى الأولي لهذا الحرف من حروف الجر الملك، وهو لي، نعم وهو لي ولك ولفاطمة والحسن والحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحديث الشريف الآخر حديث في بعد آخر. هذا الحديث ورد في كتاب فضائل الشيعة لشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ إبليس ما سجد. الله عز وجل بعد أن امتنع إبليس عن السجود خاطبه، قال له: أستكبرت؟ لماذا لم تسجد يا إبليس؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني من؟ من العالين من هم؟ أحد أمرين: إما أنت صدر منك هذا الامتناع، امتناع عن السجود استكبارا، أو صدر منك لأنك من العالين. العالون لا يسجدون، من حقهم أن لا يسجدوا. أخبرني، قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ فمن هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة؟ لأن الملائكة كلهم أمروا بالسجود، من هؤلاء الذين كانوا آنذاك ولم يؤمروا بالسجود؟ هؤلاء كانوا من العالين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. الله صلى على محمد. كنا في سرادق العرش نسبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عز وجل آدم بألفي عام. فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ولم يأمرنا بالسجود، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فإنه أبى أن يسجد، فقال الله تبارك وتعالى: أستكبرت أم كنت من العالين؟ من العالين يعني من؟ أي رسول الله يقول: أي من هؤلاء الخمس المكتوب أسماؤهم في سرادق العرش. ثم قال صلى الله عليه وآله: فنحن أنا أقرأ العبارة، المصدر فضائل الشيعة الصفحة السابعة في كتاب بحار الأنوار المجلد 11 صفحة 142. ربط هذه العبارة التي قرأتها لكم والعبارة الآتية هذا يحتاج إلى تأمل. ثم قال صلى الله عليه وآله: فنحن باب الله الذي يؤتى منه بنا يهتدي المهتدي، فمن أحبنا، المفروض أحب الله، حب أهل البيت هو حب الله، لا شيء أعظم، فمن أحبنا أحبه الله وأسكنه جنته، ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره،
ولا يحبنا إلا من طاب مولده. أبارك لكم ذكرى المولد العطر للصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين قرة عين الرسول وروحه التي بين جنبيه أم أبيها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اللهم إنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك، وارحم أولياءهم واجعلنا منهم، والعن أعداءهم عدد ما أحاط به علمك. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم عجل اللهم فرج مهدي آل محمد.